عملت اشتغلت وانجزت ونجحت وفشلت في مجال التجارة. البدايات كانت متواضعة. الفضل الأول للوالد المرحوم أبي الجليل فهيم، ومن ثم يرجع الفضل الأكبر للشيخ زايد الله يرحمه، ولنصائحه وتوجيهاته ومساندته لي شخصياً. اليوم نحن وصلنا الحمد لله إلى مستوى عالي من العمار ومن الصناعة ومن التجديد في حياتنا. لو للحياة ثلاث أبواب: الماضي، الحاضر، والمستقبل. نفتح أي باب في البداية؟ الماضي. ليش الماضي؟ الماضي هو الأساس، هو اللي بنت عليه حياتنا من الخمسينات إلى الآن. ذكريات الماضي بالنسبة لي مهمة، ودائما أتشوق لذكراها وأقارن ما بين الماضي والحاضر، وأحمد الله أني عشت هالفترة حتى أشوف كيف كنا وكيف صرنا. فلذلك الماضي مهم بالنسبة لي. الماضي يعني البدايات. إذا بنتكلم عن البدايات نتكلم عن الأسرة، البيئة اللي كنت عايش بها، مكان ولادتك. كلمني عن بداياتك. بداياتنا كانت بدايات بسيطة. بيوتنا من سعف، تنقلنا على المشي أو بواسطة الحيوانات، الحصان، الحمير أو الناقة. ظروف الحياة كانت صعبة، خاصة المعيشية، لأن نحن تقريبا معزولين عن العالم. لا عندنا ميناء ولا عندنا مطار ولا عندنا طرق، فما كانت الناس توصلنا ولا حتى البضائع توصلنا. فكنا معتمدين على ما ننتجه، ما ينتجون أهلنا في بلادنا، وكان شيء هذيك الأيام قليل. وعيشة الناس كانت بسيطة، يعني معتمدين على التمر، على السمك. برجع للعائلة وللأسرة، عدد الأفراد في الأسرة، هل كنت أنت مميز عن غيرك من إخوانك وخواتك؟ أبداً. مثلي مثلهم. إحنا عشنا والدي في بيوت من سعف وخيام، وكانوا أعمامي أربعة كانوا عايشين في نفس البيت، في بيوت خيام مستقلة في الحوش. وتربيت مع اخواني ومع اولاد عمي في نفس البيت. لكن الشيء اللي اليوم يمكن احس بالرضا من ان نحن لازلنا كعائله مرتبطين مع بعض، حتى اولاد عمي وعماتي كلنا يعني لازلنا نشوف بعض كل أسبوع ونلتقي ونتواصل دائما. فهذه كانت يعني بداية من بدايات اللي غرزوها فينا أهلنا، عمومتنا من البداية، لأننا كنا عايشين في بيت واحد. عشت السنوات الأولى من طفولتك في قصر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه. أكيد هذه فترة مهمة وأساسية في حياتك، شو اللي تتذكره من هالفترة؟
أي والله أنا أعتبر نفسي محظوظ. كنت شو تتذكره من هايك الفترة من الذكريات اللي بعدها في الذاكرة عندك؟ ذكرياتي كانت مرتبطة بعلاقتي من الطفولة بالمرحوم الشيخ خليفة وبالشيخ زايد الله يرحمه وبالشيخة حصة أم الشيخ خليفة الله يرحمها، كانت هي مثابة أم، كانت ترعانا نحن الاثنين. وهذيك الأيام ما كان لا طبخين ولا خدم ولا ولا يعني ولا حتى إدارة للقصر، كان اللي قائم على إدارة القصر زوجة الشيخ زايد الله يرحمها، هي حصة كان عنده يمكن خادمة وحدة تساعدها، وكانت أم سلامة زوجة ثانية للشيخ زايد كانت عايشة في نفس القصر، ونحن أطفال أنا والشيخ خليفة الله يرحمه والشيخة سلامة، فكنا يعني هم المهتمين فينا يعني الحريم، ما كان في عندنا خدم ولا حشم ولا وسائل راحة. شخصيتين وايد أثروا في حياتك، بالتحديد كونوا شخصية رجل الأعمال محمد الفهيم، الوالد الله يرحمه والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه. شو اللي تتذكره من هاي الفترة ومن هالمواقف؟ شو اللي تعلمته منهم؟ كيف أثروا بحياتك؟ وشو ما أتذكره منهم يعني كل كلمة قالوها لي وكل نظرة كل نصيحة قالوها لي الحمد لله قدرت أعمل بهم، ونصايحهم وإرشاداتهم وتربيتهم إلنا، يعني حثهم علي أنه نحن لازم نتعلم، لازم نقرأ، لازم نكتب، لازم نصلي، نقرأ القرآن، كل هذه النصائح وهذه الإرشادات بالفعل علمتنا وأسستنا كناس واثقين من أنفسنا ومن اللي نسويه ونقوم به، فخبرتهم نحن استفدنا منها في أعمالنا الاقتصادية أو التجارية في حياتنا، كل اللي تعلمناه منهم فادتنا. يعني الشيخ زايد أذكر كان يحط يده في اذني ويقول لي حط مالك عند من عنده مال وحط عيالك عند من عنده عيال. هذه الايام انا ما كنت افهمها شو مغزاها وشو النصيحة، لكن مع الوقت عرفت شو يعني، ولما اتبعت نصيحته الحمد لله ربنا وفقني في كل عمل قمت به. كملت دراستك في بريطانيا في 1968. نعم. شو كانت أهم المحطات الدراسية في بريطانيا؟ بريطانيا بالنسبة لأبو ظبي هذه الأيام كانت مثل الثرى إلى الثريا. بريطانيا بمطاراتها بشوارعها بمبانيها، يعني الفترة اللي قضيتها في بريطانيا تعلمت من الحياة كيف أعيش، كيف أدبر أموري، كيف أتعامل مع الناس، كيف أخذ وقتي، كيف يعني أنا في أبوظبي طلعت من أبوظبي ما كنت أتكلم جملة واحدة بالإنجليزي، في خلال السنين اللي قضيت هناك كنت أسوي محاضرات بالإنجليزي فقدرت أفهم البريطانيين وأتعلم منهم، وفي نفس الوقت قدرت أنا أعلمهم وأفهمهم وين أنا جاي كيف وصلت عندهم هذا، فكانت ولي صداقات يعني استمرت إلى اليوم هذا بيني وبين بعض الطلاب اللي أنا عايشتهم هذيك الأيام، فكانت بالنسبة لي نقلة حضارية
خلال فترة بسيطة. ومتى انخرطت أو أنك أنت دخلت مجال الأعمال والتجارة ومع العائلة؟ تتذكر متى بالتحديد دخلت إلى أعمال التجارة والأعمال المختلفة؟ أنا الوالد كان عنده محل مثل ما تقول دكان، وكنت أنا لما أخلص المدرسة كنت آي أداوم عنده، أجلس عنده في الدكان، وكنت أستمع لما كان هو يتعامل مع الزباين والناس اللي يزورونه، وكان هو يفهمني بعض الأمور اللي يحتاج أني أنا أفهمها. وهذا الكلام ابتدى من سنة تقريباً 65 66، كنت أجل أحضر عنده الجلسات لما يبعثني إلى البنك سواء أوصل فلوس ولا أسحب فلوس من البنك، كيف أعد الفلوس، كيف أتعامل مع الفلوس، الحسابات وأشياء وهذا، ويسألني كان أسئلة. فالوالد يعني علمني تدريجياً، وكان عمي كذلك صاحب دكان كنت أجلس عنده أتعلم منه. ولما صرت إلى بريطانيا صرت أشوف المحلات أكبر، التجارة أوسع، البضائع تختلف، فمثل كنت أخذ ملاحظات. وفي نفس الوقت في المدرسة نتعلم الحساب، نتعلم الأرقام، نتعلم التاريخ، فكان هذا يعني كذلك مساعد أني لما رجعت في 68 ما احتجت دورة تدريبية علشان أدخل في التجارة، أنه والدي جاب لي وقال لي يلا هذا المحل محلك، وأنا رايح مع الشيخ زايد، وما أدري متى بني، بعد شهر شهرين ثلاثة، أنت الحين أنا أمنتك وأمنت الله عليك، وروح سافر عني وخلاني أروح، لدرجة أنك أنت يعني كان عمري شو 19 سنة مسؤولية، وكنت صغير وتوني جاي من بريطانيا، وأبين أصلا أصغر من سني، فما كانوا حتى الزباين لما يجون المحل ما كانوا ياخذوني بجدية، يقولون صغير ينتظرون يقول وين ابوك؟ ليش ما ابوك ما بي؟ ممثلين الشركات اللي كانوا يدخلون يجون يزورون ابو ظبي هذيك الايام يسالوني دائما منو مسؤول عن الشركه؟ اقول لهم انا. لا ابوك وين؟ اقول ابوي مسافر ما يبي يرجع لبن. فاضطريت وانا في هذاك السن أربي لحية عشان تبين أكبر، عشان أبين أكبر حتى الناس ما يسألوني وين أبوه. فبالفعل يعني كانت بدايات حلوة وزين، لكن الأهم شيء ساعدني صراحة هي الدعم اللي كان من الشيخ زايد شخصيا، من حكومة أبوظبي في هذاك الوقت، يعني لما تأسست حكومة أبوظبي من الشيخ خليفة، القوانين اللي سنوها لمساعدة المواطنين يستفيدون من الأعمال اللي كانت صايرة والمشاريع اللي كانت الحكومة تعملها، هذه الأفضلية اللي أعطونا إياها كتجار مواطنين، ساعدونا في التأسيس، ساعدونا في الانطلاق، وكانوا حتى يساعدونا في شراء البضائع اللي نحن نستوردها. فالحكومة وقفت معانا وقفة يعني لها دور كبير في ما وصلنا نحن إليه اليوم. صراحة مستمتعين بهالحوار، أكيد بنكمل بعد هاللحظات. حالة خاصة مستمر وياكم مع ضيفي رجل الأعمال السيد محمد عبد الجليل الفهيم بعد الفاصل.
ما زلنا في محور الماضي، وفعلا هالمحور والباب يحمل الكثير من الذكريات والتفاصيل اللي أكيد أثرت على حاضرك ومستقبلك. شو هي أهم المشاريع اللي بديتوا بها في الشغل؟ أهم المشاريع اللي بدينا فيها أولا كان سيارات، لأنه عشنا في أبوظبي بدون سيارات بدون نتنقل فيها، فأول فرصة صارت أن يكون نقدر نستورد سيارات. كنا من أوائل الناس اللي سارعنا بأن نحن نورد سيارات، وأول دفعة سيارات كانت من شركة شيفرولي بيكابات، وبعدين جبنا المرسيدس، وكان عندنا وكالة الدوج أو الكرايسلر، وهذه البداية يعني خلتني أنا أهوى عمل وتجارة السيارات، لأني تعلمت السواقة وصارت فرصة عندي أني يعني أركب هالسيارة هذه ولف. هذيك الأيام بالبدايات ما كان عندنا تسجيل في الشرطة وأرقام وأشياء، يعني كانت التسجيل كان سيارات اللي كانوا يستعملونها المواطنين للتاكسيات، كان لهم رقم، أما السيارات الخاصة بدون أرقام. ونحن أنا في تجارة السيارات كل يوم أركب لي سيارة ومبسوط بحالي بنفسي، فهي كانت تجارة السيارات أول مشاريع أنا كانت. كيف شجعك المغفور لبدن الله الشيخ سعيد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه، كيف شجعك أنت شخصيا وحتى الشباب الإمارات اللي كانوا موجودين في هيج الفترة، شجعكم على الأعمال وعلى التجارة؟ والله نحن كنا نحضر مجلسه تقريبا إذا مو كل أسبوع كل يوم وآخر، كنا دائما نلتقي فيه سواء في بيت حد من المواطنين أو في مجلسه أو في الشارع أو في المكتب، فكان كنا نتواصل معاه دائما، وكان يسألنا شو سويت وشو عملت وشو بعت وشو جبت وشو وردت، فكان هو يسألنا ونحن نجاوب، وكان هو ينصحنا إذا عندي مشكلة ما يحتاج أروح لعند الوالد علشان أثقل على الوالد وأسأله في هالمشاكل هاي وخبره عن المشاكل، أجي له مباشرة وهو مستعد يحله، والحمد لله ما كان يقصر في حل أي شيء تكلمت فيه. كنت أول من حصلت على رخصة استيراد السيارات في إمارة أبوظبي، حابين نتعرف من خلالك على تفاصيل أكثر عن هاي الفترة. يعني إذا يتصور المشاهد أو السامع أن نحن في أبوظبي لا كان عندنا ميناء ولا شارع ولا مكان نصلح فيه السيارة، فكانت السيارات تنشحن عن طريق المراكب وتتنزل على دوب على بعد 3 كيلومتر من ساحل أبوظبي، وهذه الدوبة تي وتنزل السيارات مش بكرين أما بالدفع، عمال يدفعون السيارات هذه ينزلونها على الشاطئ، ومن الشاطئ هذه السيارات تتحرك على اليابسة. الزباين كانوا ينتظرون سياراتهم على الشاطئ، أول ما تي الدوبة وتنزل السيارة كل واحد قبض سيارة واللي جلس فيها قال هاي سيارتي، والفلوس عندهم في جيوبهم أغلب الأحيان، ويدفعون قيمة السيارة ويطلعون فيها.
واغلب السيارات هذه في اول ساعتين يعني تغرز في الرمل، لان رمل ابو ظبي هذه الايام معروف. ف بدايات كانت بسيطه وسهله وما تحت، حتى نحن كان المفروض على الاقل قبل نسلم السياره الميكانيك يرتبها يوصل وايراتها وكل هالكلام هذا. هذيك الايام صاحب السيارة يقول له أنا بسوي كل هذا، أعطوني السيارة خلاص. بسلموني المفاتيح. بسلموني المفتاح. من يأخذ المفتاح تروح السيارة وما نشوفها بعدين. نسكر باب الماضي ونفتح وياك باب حافل بالإنجازات والنجاحات، باب الحاضر، والحاضر مجموعة الفهيم. شو أبرز الشركات اللي تندرج ضمن مجموعة الفهيم اليوم؟ نحن دخلنا في أول تجارة السيارات، بعدين شفنا حاجة للعقارات ببنينا المباني والسكنية والمكاتب، وانتقلنا فيما بعد إلى الفنادق، تملكنا فنادق في سواء في أبو ظبي أو في دبي، وحتى كان عندنا فندق نحن في بريطانيا في لندن. وكل أعمالنا هذه كنا نكسب منها خبرة ونتعلم منها شيء جديد. فسنة وراء سنة كنا نطور في أعمالنا سواء في الإمارات أو خارج الإمارات. يعني الحمد لله ربنا وفقنا في أعمالنا، والله رزقنا أهم شيء وهي الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، ومشينا بهالمجال. صحيح ضفنا كذلك إلى أعمالنا خدمات نفطية، خدمات النفط، وكانت يعني الحمد لله في وقت شركات النفط محتاجة لهذه الخدمات قمنا بواجبنا تجاه هذه البلد. دائما نقول في التعاون والاتحاد قوة. منذ تسلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الحكم في إمارة أبو ظبي في 1966، كان الوالد المرحوم عبد الجليل الفهيم من الأوائل اللي تولوا مناصب قيادية مهمة في إمارة أبو ظبي. في 1968 كان عضو لمجلس التخطيط في أبو ظبي، واللي كان يعنى بشؤون تطوير مختلف المجالات من بينها التعليم. ومن باب التعليم كان دائما الوالد داعم، محب، مشجع للتعليم. كلمني أكثر عن هالموضوع. والله الشيخ زايد كان هو المحرك الأساسي في إدارة مجلس التخطيط، وكان هو الرئيس، والوالد كان عضو، وبالإضافة مجلس التخطيط كان الوالد عضو في البلدية، مجلس البلدية، لأن هذيك الأيام كانوا عندنا مجالس، مجلس التخطيط ومجلس البلدية ومجلس الماء والكهرباء. كنا يعني صحيح نقوم بعمل تجاري في السوق، لكن في نفس الوقت نقوم بعمل وطني بأن نحن أعضاء في هالمجالس ونقوم بواجبنا تجاه تطوير البلد عامة يعني. فالشيخ زايد أوكل بهذه المهمة للوالد. كان وقتها الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان هو رئيس دائرة المعارف أو التعليم، وكان يستشير الوالد ويتعاون معه في هذا المجال، لأن قرب الشيخ الوالد من الشيخ زايد واهتمام الشيخ حمدان بالتعليم بالذات خلى التعاون يكون من ثلاث جهات وأشخاص. فالوالد كان أول من سافر خارج أبو ظبي في سنة 61 لجلب مدرسين.
وكيف شجعك المغفور له بإذن الله الشيخ سايد قال نهيان طيب الله ترى، كيف شجعك أنت شخصيا على التعليم؟ دفعت تذاكر إلى بريطانيا، يعني كان مستعد يعمل أي شيء. فهذاك الأيام ما حد عنده قيمة تذكرة توصل إلى بريطانيا، فهو تعهد قال التذاكر علي أنا، وبالفعل تحمل قيمة التذاكر والوالد تحمل الباقي. يمكن هذا السؤال مش ضمن المحاور، لكن ملاحظة ألاحظها أنك تتأثر دائما بطار المغفور له بإذن الله الشيخ سايد أن هيان طيب الله ثراه، تأثيره عميق في نفسك كثير. الشيخ زايد كان أب، كان موجه ومدرس ومعلم، وكان شيخ وحاكم ورئيس، ومع هذا كان يهتم بالفرد في من رعاياه شخصيا، يسأل عنا، يسأل عن أولادنا، يسأل عن عوائلنا، عن إخواننا، صفة دائمة. فكان هو مطلع على كل شيء في حياتنا، فكنا نسمع له وناخذ الرأي منه وما نسوي أي شيء. حتى لما جيت أتزوج ما رحت لأبوي وقلت له أبا أتزوج، رحت لعند الشيخ زايد قلت له يا طول عمر أنا مقبل على زواج أبا الرخصة، لحد ما الشيخ زايد رخصني من أتزوج. أنا ما أتزوج، الوالد قال شاور الشيخ زايد الأول. فبالنسبة لنا وخاصة لي أنا بهذه الأيام، يعني الشيخ زايد كل حياتنا يعني مرتبطة فيه وجزء من الحياة اللي أنت كنت حريص أنك أنت تكملها، هي مسيرة التعليم من عقب الوالد المرحوم عبد الجليل الفهيم. كملت مسيرة التعليم وحب التعليم ودعم التعليم من خلال مشاريع ومبادرات متنوعة، كلمني عنها أكثر. سبحان الله، الإنسان دائما يدعم الشيء اللي يحس به ناقصنا في حياته. نحن لما كنا في سن الابتدائي أو سن الطفولة ما كانت في عندنا مدارس، يعني من مواليد 48 وإلى أن وصلنا إلى 59، العشر سنين هذه اللي مرت ما كان عندنا مدرسة نروح لها غير مدرسة المرحوم درويش بن كرم يعلمنا فيها قراءة القرآن، تحفيظ القرآن. فهذا الوقت كان مهم بالنسبة لأي طفل أن يتعلم يقرأ يكتب. هذه ما حصل، هذه الفرصة نحن ما مرت علينا ولا حصلنا عليها للأسف. فصرت أهتم بالقراءة، أهتم بالمطالعة، أهتم بالبحوث، أبعوض اللي فاتك العشر سنين اللي عفل العشر سنين اللي فاتني بدعم مشاريع ومبادرات تعليمية. أكيد طبعاً. وعلى طار التعليم ودعم المشاريع التعليمية، كلمني عن مدرسة تعليم أصحاب الهمم، كيف كان دعم الشيخ زايد لفكرة تأسيس مدرسة لأصحاب الهمم؟ قصة جميلة. والله الفكرة ما جت من عندي أنا شخصياً في البداية، كان الشيخ نهيان الله يطول بعمره هو مثل ما تقولين السبونسر أو الراعي لمدرسة صغيرة يسمونها الليرنينج سنتر أو التعليم. وللأسف لظروف شخصية مع مدير المدرسة هالمدرسة سكرت، ما استمرت أكثر من سنتين. فكان هناك حدود 40 طفل من بنت وولد
للأسف ذوي الاحتياجات الخاصة وما لهم مكان يسيرون، وأهاليهم محتارين وين يودونهم، لا يقدرون يدخلونهم في المدارس الحكومية ولا يقدرون هم يهتمون فيهم، أول قلة الخبرة وثانيا الإمكانيات. فبالصدفة جوني حوالي ثلاثة من أولياء الأمور وخبروني بالموضوع، وأنا تشاورت مع الشيخ نهيان، فكان خلاص أنا بساعدكم وبفتح المجال معاكم. فابتدت الفكرة بتعاون مع الشيخ نهيان، لكن لما كبرت المسألة وصارت أكبر من قدرتنا وإمكانياتنا، الشيخ زايد الله يرحمه تدخل في الموضوع وقال لا أنا بوقف معاكم، أنا بعطيكم الأرض وأنا ببني لكم المبنى وأنتم عليكم العمل. وبالفعل هذا بداية كانت موفقة من الشيخ زايد، أنه أعطانا الأرض ومول بناء المركز عن طريق الله يطول عمره الشيخ محمد بن زايد، وبنينا المركز. واليوم نحن عندنا من كانت البداية بـ40 طالب، اليوم عندنا 180 طالب تقريبا. ومن التعليم ننتقل للعمل الخيري، لكن في البداية خلنا نشوف يا بعض هالفيديو. محمد عبد الجليل هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الجليل الفهيم وعائلة الخيرية اللي أنا أمين عام في هاي المؤسسة. يحب محمد يساهم في الأعمال الخيرية بنفسه في داخل الدولة خارج الدولة، يحب يشارك في أعمال الخير سواء من مدارس من مساجد من جمعيات خيرية، يسافر في الخارج وين يشوف مكان محتاجين شيء يحاول أن يوفره لهم في كل بقاع العالم. محمد عبد الجليل أياديه بيضاء في كل مكان، الله يحفظه ويطول في عمره. كان الوالد الله يغفر له ويرحمه مدرسة في العطاء، مدرسة في الإنسانية، مدرسة في الرحمة، فلذلك زرع فينا كلنا كعائلة عبد الجليل الفهيم حب الخير من نعومة أظفارنا. كان لما يسمع أن عندنا حاجة في المدرسة نبغي نشارك في شيء يقول لا أنتوا لا تشاركون، أنا بدفع كامل المبلغ اللي محتاجين سواء فرش مسجد ولا تبرع. كان يحب الإغاثة، يعني من يسمع أن في بلد منكوبة على طول يروح يشتري الخيام، يشتري البطانيات، الملابس، الأغذية حق تتوزع لهاي الدولة المنكوبة. كان مسوي الرواتب حق الأسر المتعففة، كافل الأيتام، باني المساجد والمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء العالم ما شاء الله. يعني كانت أياديه البيضاء في كل أنحاء العالم، ما يقصر لا في الكبير ولا في الصغير. أيضا كان يتميز بزكاة الجاه اللي هي أن يوصل طلبات المحتاجين والناس اللي عندهم طلبات عند المسؤولين، كان يروح يسعى بنفسه عند الشيوخ أو عند المسؤولين أن يحقق حق هذه الناس طلباتهم، فلذلك هاي يسمونها زكاة الجاه. فضل الوالد في زرع بذرة العمل الخيري. والله هذا الوالد كان مدرسة كاملة في العمل هذا، ولدرجة أنه بعد وفاته اكتشفنا ناس وأماكن ما كنا نتوقعها أبدا. يعني من موريتانيا كان يحفر أبار في موريتانيا ويبني بيوت في باكستان في أفغانستان، يبني مساجد في الأردن. ف نحن أسسنا الوقف اللي هو وقف عبد الجليل
على الأعمال اللي هو بداها وكونها. جينا نحن أسسنا هالوقف وطورناه أن يشمل بلدان وأماكن أكثر في العالم هذا، واكتشفنا كذلك يعني شيء مهم جدا. سبحان الله كيف ارتباط التجارة بالعمل الخيري. شو العلاقة؟ العلاقة كل ما ساعدنا الناس وحاولنا نخفف عليهم ثقل المعيشة وثقل الحاجة، كل ما زادت تجارتنا، كل ما تطورت تجارتنا إلى الأحسن، كل ما ربحنا أكثر. وأمانة أنت قدوة ونموذج للعطاء والعمل الخيري، أكيد بنكمل هالحوار. مشاهدينا، ضيفي رجل الأعمال الإماراتي السيد محمد عبد الجليل الفهيم في حالة خاصة بعد الفاصل. نتكلم تفاصيل أكثر عن العلاقة المهنية مع الموظفين ومواصفات المدير الناجح، لكن بعد ما نشوف هالفيديو يا بعد. أهم صفات سيد محمد الفهيم هي بعتبر أنه هي القيادة والإنسانية. هو شخص لا شك أنه بيعطي ثقة عالية بالعالم بالناس، ودائما حريص أنه يعطي توجيهات ودعم بإطار العمل. أكيد بيحط السقف عالي، بس أفكاره دائما ناجحة، وعنده بعد نظر، وملاحظاته دائما صائبة وإلى تأثير إيجابي على المدى القريب والبعيد. يعني أنا بعتبر أنه هذه الفرصة للعمل إلى جانب السيد محمد منذ 4 سنوات لليوم أعتبرها من أهم الخبرة والتجربة في حياتي، وأعتبر كمان أكيد أنه أن أكتسب من خبرته ومن أدائه وأتلقى توجيهاته شرف كبير. ما زلنا في الحاضر، وأنت من الشخصيات القيادية والريادية، كيف تتعامل مع الموظفين؟ أنا معاملتي مع الموظفين أولاً كسفراء للمؤسسة للشركة، لأنهم هم اللي يقابلون الزبائن والمتعاملين معنا، فلذلك تعامل معهم بالتي هي أحسن، نصيحة بالفكرة بالاحترام. أثناء إجراء هاي اللقاءات وقفنا على أمرين: الاهتمام بالسيارات واللي ارتبط بها عائلة الفهيم، وأكيد اللوحات الفنية التشكيلية. الاهتمام بالسيارات وصلنا إلى فكرة عرض السيارات الكلاسيكية في كوفي شوب. صح. خبرني عن فكرة الكوفي شوب وإيمانك بأهمية الفكرة لمشروع ناجح وقوي. صراحة لابد أن أعترف أن الفكرة هذه ما كانت فكرتي، هاي فكرة ابني راشد اللي يحب السيارات أكثر مني حتى. فلما فكر إنه يعمل كوفي شوب ويحط فيها سيارات، كانت بالنسبة لي أنا فكرة جديدة، يعني ولا مرة شفت حد فاتح كوفي شوب مدخل سيارات داخل وكلاسيكية. لكن هو الظاهر اعتمد على وجود السيارات الكلاسيكية عندي أنا كهاوي، وحب يستفيد منها ويستغلها، وهذه كانت الفكرة الأفضل، أنه يستفاد من سيارات كانت بس معروضة لمجرد العرض، بينما هو استفاد بالسيارات أن يكون يظهرها على الناس وعلى الهاوين في مكان هم يجون أصلا ويزورونه. فلذلك ليش ما يشربون قهوة وشاي ويتكلمون عن السيارات بنفس الوقت؟ يعني أقنعك في النهاية؟ بدون شك.
عندك اهتمام كبير بالفنون التشكيلية وأنت جامع للوحات الفنية، خبرنا أكثر عن هالهواية. والله هذه الهوية جتني بالصدفة صراحة، لكني أنا صراحة مثل ما يقولون لي دائما أنت هيستوريان أو تاريخي أو أكتب في التاريخ، ولي هواية في التاريخ. ابتدى بفكرة حب الاستطلاع، يعني أبا أعرف كيف كانت الناس عايشين قبل 200 سنة 300 سنة. قريت كتب، لكن الكتاب ما يراويك الصورة أو الفكرة يعني المرئية. فأنا ابتديت أشوف اللوحات المرسومة اللي انرسمت من 300 سنة 400 سنة للديار العربية والحياة في الشرق الأوسط، وابتدت الفكرة بأني أنا أجمع بعض اللوحات. وهذا أنا صراحة ما أخفيه محبتي لهاللوحات، لأن في وقت من الأوقات هاللوحات هذيلا خدمني خدمة كبيرة، لأن في من حوالي 15 سنة أو 20 سنة تقريبا الحين كنت ناوي على بناء مسجد في وسط أبو ظبي، وخلال البناء صارت هناك أزمة مالية في سنة 2007 و 2009، فتوقفت الأعمال والأشغال وشح المادة الفلوس يعني. فاكتشفت أن أنا عندي لوحات، وأنا ابتديت في عمل في بناء المسجد، فرحت عرضت اللوحات اللي كنت مجمعنها وقسم منها كبير، عرضت بالمزاد في نيويورك وحصلت على قيمة ممتازة نسبة بالمبلغ اللي أنا دفعته، واستعملت قيمة هاللوحات في تكملة بناء المسجد. وهذا المسجد أنا بالذات أعتز فيه لأن أو موقع وقدرته على الاستيعاب حدود حوالي 1800 مصلي في وسط أبو ظبي، الحمد لله. فخدمني اللوحات في وقت أنا كنت محتاج له. ما زلنا في الحاضر، والحاضر أنت أب أبو خالد، حابين نتعرف من خلالك على أسرتك، على عيالك، أولادك، مجال دراساتهم، اختصاصاتهم. الحمد لله أنا اهتميت بدراسة أبنائي وبناتي، وقدمت لهم كل عون وكل نصيحة، وهم الحمد لله يعني اليوم عندي أنا في البيت عندي الدكتورة، عندي طيار، عندي المستثمر، عندي الدكتور النفسية، عندي الأم الصالحة. وكيف دعمتك أم خالد في هاي المسيرة اللي كلها نجاحات وإنجازات؟ والله هي ما قصرت، يعني ربت الأولاد، علمتهم، كانت مدرسة ومربية صارمة في بداياتهم، فاليوم يعني الحمد لله أثمرت هذا الجهد بالتعاون بيني وبينها، والحمد لله الله طرح فيهم البركة إن شاء الله يا رب. نسكر باب الحاضر ونفتح باب المستقبل وباب الطموح، وأنت إنسان نموذج أكيد للمستقبل والتطلع إلى القادم، شو هي خططك للاستمرار وزيادة النجاح في المستقبل؟ أنا الحمد لله اكتسبت خبرة أولاً من الوالد ومن الشيخ زايد ومن حياتنا في أبوظبي واللي مرت علينا من خبرة، وتعلمت كثير الحمد لله. حاب أنقل ما تعلمته للأجيال القادمة، فلذلك أنا انصرفت الآن إلى محاضرات في الجامعات في الكليات، عضويات في مجالس إدارة
لمدارس وكليات وجامعات أساهم عندما يحتاجوني في أي مجال تعليمي أو مجال من ضمن خبرتي في التجارة. لكن اهتمامي الحين بالتعليم أكثر من التجارة. بما أن اهتمامك في التعليم وأنت تدعم وتعمل في مجال التعليم، كيف ترى مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم؟ التعليم في دولة الإمارات صراحة تقدم خطوات كبيرة وشاسعة من يوم ما كنا إلى اليوم، والتعليم صار مبني على التكنولوجيا. من 20 سنة ما كنا نفكر بأن يطلع عندنا واحد في القمر الصناعي إلى الفضاء. مجموعة الفهيم من أعرق وأنجح الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. شو هي دوركم لدعم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 واللي تهدف للوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنوع؟ هذا ما نسعى فيه، هذا اللي نحن نعمل به. كنا نحن كاقتصاديين، كنا نحن الوسيلة لتقدم التجارة والعمل الاقتصادي، وكنا نسعى دائما أن نقود معانا المؤسسات الحكومية. لكن الآن لا، أصبح عند الحكومة إمكانيات وقدرات أنهم هم يكونوا القياديين ونحن نمشي من خلفهم وبحمايتهم. فلذلك العمل اليوم التجاري صار أسهل لنا بقيادة الحكومة في مساعيها الاقتصادية. نحن أكيد بنكمل هذا الحوار بعد هاللحظات. مشاهدينا، حالة خاصة وضيفي رجل الأعمال الإماراتي السيد محمد عبد الجليل الفهيم بعد الفاصل. نتعرف أكثر من خلال هالمحور على جوانب حياتية مختلفة وتفاصيل عن شخصيتك، لكن في البداية خلنا نشوف مجموعة فيديوهات وبنعلق عليها. الأخ محمد عبد الجليل فهيم أبو خالد صديق قديم وأخ عزيز، وتربطني معاه علاقة قديمة فيها سفر وفيها مواقف مضحكة. يعني حقيقة أبو خالد شخص مميز وشخص يعني محبب للنفس. وأيضا نحن عندنا جلسة تقريبا يومية نجتمع في مجلس سمو الشيخ سرور محمد آل نهيان في أبوظبي، فعلاقتنا مع أبو خالد علاقة أخوية مميزة ويعني لا تنسى حقيقة. أبو خالد يحب السفر وأنا كذلك أحب السفر، وسافرنا عدة دول، نحب نستكشف البلادين ونشوف الحضارات والثقافات الأمم والشعوب، وسافرنا عدة دول السنوات الماضية. لكن البلد اللي حبيناها صراحة أكثر هي جزيرة زنجبار. وأبو خالد بعد الشيء المميزة ما يروح أي بلد إلا ويعمل بصمات خيرية، يعني ما ينسى والله سياحة ونروح حداق بحر ونصيد سمك إلى آخره. لكن أبو خالد لازم يزور بعض المناطق المحتاجين، يوزع عليهم يعني صدقات ومساعدات. رجل حقيقة يعني أقول ظاهرة، محمد عبد الجليل هو ظاهرة أو شخص مميز. وين ما نروح دائما فاجئني بشيء جديد. في المغرب في رحلة من الرحلات في مقناص راح خذ سيارة واشترى مئات البطانيات والملابس في الصحراء ووزع على الفقراء والناس اللي في الأرياف يعني بالمئات في الشتاء، الناس عليهم برد. فأبو خالد ما شاء الله عليه رجل يعني المتناقضات، رجل أعمال ورجل تاريخ
وشاهد على العصر التنمية في أبوظبي، يعني هو عاشها كل المراحل وعنده ذاكرة قوية ما شاء الله. أبو خالد يتذكر كل التفاصيل مع الشيخ خليفة ومصغار، مع الشيخ زايد الله يرحمه، مع الشيوخ كلهم، يعني كل الناس يعرفهم معرفة شخصية وذاكرته قوية. أيضا أبو خالد من مميزاته متواضع، شوف ملابسه كندورته بسيطة، ملابسه في السفر بسيطة جدا، متواضع طموح. في بعض الدول نروح يشوف فرصة عمل وفرصة استثمار على طول يشتري أرض يشتري شيء، يقول أبو خالد يقول ما عليك. بعد فترة فعلا هالنظرته، وأنا تعلمت منه الكثير حقيقة في التجارة في الحياة، وايد أشياء تعلمت من أبو خالد. شو تعليقك؟ أبو سلطان يعني سواني سوبرمان، فإذا كان مو بسوبرمان الله. خلنا نشوف فيديو ثاني وبنعلق عليه إن شاء الله. أقول لمحمد أخويا مشكور يا أبو خالد، ما قصرت، جزاك الله خير على كل اللي تسويه من أجل عائلتنا وأسرتنا الصغيرة، لأجل شركتنا ونجاحها، لأجل مجتمعنا، لأجل وطننا الحبيب. مشكور لأياديك البيضاء اللي ساهمت في الأعمال الخير، مشكور لتعبك واجتهادك أنك تعلمنا وتعلمنا الطرق الصحيحة للتجارة، فما قصرت يا أبو خالد، جزاك الله خير، الله يحفظك طول في عمرك وخليك ويسعدك ويبجيك، وإن شاء الله إلى المزيد من التفوق والنجاح. أنت أخ نقتدي بك ونفتخر بك، الله يحفظك وخليك. ما شاء الله عليه، هو متميز في أمور كثيرة، هو يجمع المتناقضات مثل يقولون، في المجال الأعمال ناجح، وفي المجال الأعمال الإنسانية والخيرية ناجح، في العلاقات يعني الاجتماعية، مربي عياله ما شاء الله تربية ممتازة، عياله كلهم متميزين وناجحين في الأعمال التجارية وفي غيرها. اللي بقول أبو خالد نصيحة أخوية، أهتم بصحتك، أهتم بصحتك أكثر، ونحن محتاجينك، لأنك صراحة رمز من رماز أبو ظبي، وأنت مرجعنا ومردنا في أمور كثيرة، وربي يحفظه إن شاء الله يطول عمره. رسالتي إلى سيد محمد عبد الجليل فهيم هي أكيد أول شيء الشكر على دعمه الدائم والمستمر والفرص العديدة اللي أعطانا إياها بإطار الشغل لكل الموظفين، والله يخلينا إياه والله يحفظه. مشكورين. ما زلنا في الحياة وجوانب الحياة وأسئلة الحياة، عندنا مجموعة أسئلة ومحتاجين أجوبة سريعة، امتحان. حاضر. مستعدين؟ خفة الدم والروح المرحة، خدت هالصفة من الوالد ولا من الوالدة؟ لا من الوالد. مكان تحرص على زيارته دائما في أبوظبي، ومكان آخر في دبي. والله مجالس الشيوخ في أبوظبي دائما، يعني يوميا تقريبا أروح إلى مجلس من مجالس الشيوخ. في دبي أحب حياة الناس، أروح مولات المطاعم أتفرج عليها، أروح أحب التقدم الحضاري، المباني الجديدة، كل هذه يعني تعطيني نوع من الحافز أني أنا أجتهد أكثر وأعمل أكثر. أحب الأعمال لقلبك؟ الأعمال الخيرية. الرياضة اللي تفضلها وايد شو هي؟ المشي والسباحة. اذكر لي ثلاث بلدان تشوفها من أجمل الأماكن اللي زرتها. والله أنا البلدان اللي أداوم على زيارتها تقريبا سنويا هي مكة والمدينة، فلذلك أنا ارتبط بهم ارتباط يعني نفسي وعقلي وديني، فلذلك هذه البلدان اللي أنا دائما أحافظ على السفر لها. اذكر لنا حكمة أو نصيحة تعلمتها من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان طيب الله ثراه، وترددها لين اليوم. دائما أذكر اللي يقول دائما اللي ماله ماضي
ما له حابر. شو الرسالة اللي حاب توجهها والمطلوب من الجيل الحالي؟ أولاً الرسالة للجيل الحالي إن كملوا من وين نحن انتهينا. نحن كافحنا وعملنا ودرسنا وأسسنا. قبل كان أبانا، جينا نحن من بعدهم وكملنا رسالتهم. نحن محتاجين لهم يكملون نفس الرسالة اللي نحن التزمنا فيها استلمناها من أبوتنا وأهلنا. نحن استمتعنا بهالحوار وبهاللقاء، شاكرين وجودك، وأكيد نتمنى لك النجاح والتوفيق في كل المجالات. جزاكم الله خير، مشكورين. مشاهدينا وصلنا لنهاية وختام حلقتنا، ومع ضيف جديد في حلقة هياية من حالة خاصة، ضيف يمثل دبي ودولة الإمارات بقصة نجاح جديدة.